اسمي محمد النور الدردير، عندي 14 سنة، شاركت في فرقة البر الغربي، مثلت من أنا وفي الكيجي، فحبيت التمثيل خالص، وبالذات مع المخرج أحمد يوسف الجمل لأنه كان بيسهل كل حاجة. فأول مسرحية أخذت فيها جوائز مسرحية حزام ناسف، وخدت فيها جائزة تميز في التمثيل، وكرمتني الأستاذة سميرة عبد العزيز. وتاني مسرحية مسرحية أحدهم، وأخدت برضو التميز في التمثيل، وكرمني الأستاذ أحمد ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي ضياء مؤمن عبد الفتاح، سني 15 سنة، انضميت لفرقة البر الغربي من 3 سنين، وآخر أعمالي مع الأستاذ أحمد الجمل كانت مسرحية أنشودة الجمل الحزين.
بسم الله الرحمن الرحيم، انا مهاب وليد النوبي، عندي 13 سنه، اشتركت مع فرقه البار الغرب الحره بالاقصر وانا عندي كان 10 سنين. اشتركت في عده مسرحيات، منهم مسرحيه ما تصدقش اي حاجه تبع مسرحيه الطفل للمخرج الاستاذ احمد الجمل. طب انا اعمل ايه يا راجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي مي محمود محمد يوسف، عمري 14 سنة. أنا همثل مع فرقة البر الغرب الحر. اشتركت في أنشودة المقمر الحزين وقيم وحياة وما تصدقش أي حاجة، وحبيت التمثيل مع الأستاذ أحمد يوسف الجمل ونفسي نرجع
برضو لازم تكون هنا. مهاب تعرفت ازاي ان هنا؟ وهو انت بترتاح كمان في مكان غير هنا؟ وحشنا المسرح جدا يا مي. مين سمعك يا اخي؟ انا قلت لمي يلا روح المسرح، ان شاء الله نبصله من بعيد.